أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا وحلقة جديدة من مطبخ منال العالم. بنرحب بنوال، كيف حالك اليوم؟ الحمد لله. جاهزة للطبخات؟ أكيد. أعزائي، اليوم طبخاتنا زي ما تعودتوا 3 أطباق يوميا. أتمنى أنكم تتابعوهم معنا وتستمتعوا بالأطباق اللي بنقدمها. نبتدي طبقنا الأول، طبق كتير لذيذ، هنعمل صنف بالبيتنجان. نشوف سوا الوصفة. المسقعة على طريقة منال: 10 حبة طويلة باذنجان، 250 جرام لحم هبرة، 1 حبة متوسطة بصل أربع، 2 فص ثوم، 1 قرن فلفل أخضر أنصاف، نصف كوب بقدونس أوراق، 1 ملعقة صغيرة بهار مشكل، 1 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة قرفة، و2 ملعقة كبيرة بقسماط، صلصة الطماطم، 2 ملعقة كبيرة زيت، 2 حبة كبيرة بصل مفروم، 3 فص ثوم مفروم، 2 حبة كبيرة طماطم مقشر مفروم ناعم، 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم، 2 كوب ماء، 1 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف حبة متوسطة فلفل أخضر مفروم ناعم، وللقلي زيت ذرة، وللتقديم صنوبر مقلي. أعزائي المشاهدين، وصفة الباذنجان اللي حنعملها اليوم عبارة عن مسقعة، بس أنا حبيت أقدم لكم إياها بشكل مختلف. وصفة كتير لطيفة وتقديمها برضو يعني شكل جديد، شو رأيك؟ هي بالآخر باذنجان ولحم وصلصة، حلو، بس حنقدمها بشكل جديد. في الأول إحنا هون بنجهز اللايت كهرباء عشان حقلي فيها الباذنجان. جاهز وسخن عندي الزيت. نحتاج نعمل خطوة كتير بسيطة، بس يعني خطوة صغيرة. عايزة أجهز الباذنجان. الباذنجان حقص هذا الطرف كتير كبير بيبقى عندي، مش هنحتاج نشيل الراس، ولكن إذا حسيتوا إنه الأوراق هذه كتير كبيرة ممكن شوي نقص منها، بس مجرد إني حعمل هذه الخطوة المطلوبة لترتيب الباذنجان. إذا لقيتوا لا مش محتاجينها، أوراقها صغيرة، مش شرط، بس بيبقى شكلها ألطف، ما تبقاش الورقة كتير كبيرة. يعني شايفين هذه، بس بقص هيك طرف الورق الناشف. هلأ الخطوة الثانية هحاول أعمل خطوة كتير بسيطة اللي هي تقشير الباذنجان. ممكن نأخذ السكين الخضراء لو سمحتي نوال. تقشير الباذنجان الغرض منه لشيئين: عشان يعطيني جمال، وبنفس الوقت لو قليت الباذنجان وهي مش مقشرة هيبقى صعب إنها تنقلها كويس من جوا، فالتقشير هذا كتير ضروري مش لمجرد شكل جمالي. مجرد تقليمة خفيفة بالطريقة هاي. يبقى جهزنا الباذنجان. اوكي، من فضلك نوال. خلص الكمية، حنعمل حوالي 8 حبات من الباذنجان، وعنا الشواي، اقصد القلاية جاهزة. نبتدي نحطهم بالشكل هذا. لمدة قديش حابة تحطيهم؟ يعني شي 4 دقائق حنشوف هلا، بس ياخذوا تحميره كويسه. بنشيك عليهم كمان شوي، حنقفل القلاي وننتظر عليهم شوي، وفينا نطلع من هون. وبنفس الوقت وهم بينقلوا بدي اهزهم شوي بالطريقه هاي، بضلني احركهم. لاحظي كيف الحركه هاي نوال، عشان يضلوا يتقلبوا في داخل القلاي. بنرجع لهم اعزائي المشاهدين بعد شوي. أعتقد الباذنجان هلأ لونه ذهبي لطيف، أصبح عندي جاهز. بنسيبه هيك ليبرد عندي شوي، مش هشتغل فيه هلأ على فكرة، ممكن نشيله نحطه في أي طبق عندنا بالشكل هذا. شو رأيك نوال؟ إحنا هلأ خلصنا المرحلة الأولى. هي يمكن هالوصفة هتحتاج مرحلتين ثلاثة، بس وصفة سهلة يعني ما بدي تحسي إنها صعبة. حبات الباذنجان قليناها بالطريقة هاي، هنسيبها تبرد شوي ونبتدي أعزائي المشاهدين نجهز خطوتنا التالية لهذه الوصفة. أعزائي المشاهدين، خطوتنا التالية بنجهز مفرمة اللحمة ونبتدي. نوال من فضلك جيبي لنا طبق تاني نقطع أو نفرم فيه اللحمة. مرسي. تفضل.
كل المكونات اللي ذكرناها لمقادير اللحمة حنحطها مع بعض في مفرمة اللحم. يمكن الصوت حيبقى ضعيف شوي وأنا بشتغل، بس حتشوفوا الخطوات بوضوح. هنحط البصل، قرن الفلفل برضو ممكن نضيفه مع الخليط الكفتة إذا بتحبوا الأكل الحار شوي، نحطه بالشكل هذا. هنضيف برضو البقدونس، أعزائي المشاهدين أوراق البقدونس، ما نكتر، مجرد هالكمية البسيطة معقول. الكفتة عنا مطحونة هلأ وجاهزة أو مفرومة. نبتدي نضيف تشكيلة من البهارات اللي ذكرناها. عنا الفلفل الأسود وشوية القرفة، الملح، والبهار المشكل. كل هالمكونات حنقلبها مع بعض، وحضيف بقسماط. البقسماط بضيفه عشان بس يعني هيك شوي يخلي لي الكفتة متماسكة. عارف البقسماط شو يا نوال؟ لا ايش هي؟ ايوه معقول يا نوال؟ البقسماط اللي هو هذا. اوكي. بيبقى زي خبز، ممكن خبز توست بليز، اي خبز هيك حلو. مطحون بنستعمله عشان يعطيني تماسك شوي في الكفتة. حلو. لما بنقلي دائما الاشياء البنيه بنحط لها بقسماط بالشكل هذا. اعزائي المشاهدين خطوتنا التاليه كثير بسيطه. نوال من فضلك اعطينا طبق، بس عايزه طبق يبقى فلات شوي من الدرج هذا. هبتدي اشكل الكفته الى اصابع بعدد حبات الباذنجان اللي انا حستعملها. نفترض احنا قلينا 8 حبات، صح؟ على حسب ما بتذكر كانوا 8 حبات. جميل جدا. بنقطع الكفته، هي 4، هاي اثنين، هاي اثنين. شو رأيك بهالطريقة؟ بتسهل لنا الشغل عشان يطلع كليتهم قد بعض. يبقى كل واحدة من هدول حنعملها نصين. ومن فضلك حطي لي شوية زيت في القلاية اللي هناك. تسلم ايدك. وهلا أصابع الكفتة حشوحها تشويح في الزيت الحار. لاحظ هلا بنحطهم هلا بسخن، ما في مشكلة عنا. شايف الخطوات؟ ما بدي تتلخبطي. لا، علينا البتنجان أول وبعد هيك أصابع الكفتة. مرسي. شو الأخبار يا نوال؟ حلو، كل شيء. خليني أخذ عنك. فضل. يبقى بنقلب الكفتة لتتشوح عندي بالشكل هذا. الكفتة هون زي ما ذكرنا قبل شوي مش ضروري تستوي 100%، مجرد هذا السوى معقول ممكن نستعمل هذه. أوكي، مش حط في النار، حخلي النار واطية ونشيل الكفتة في طبق لحال. هلأ خطوتنا الثانية نوال كتير بسيطة. عندك بصل مفروم، تعطيني إياه من فضلك. حطي لي إياه هون لو سمحتي. مرسي. بنفس القلاية اللي أنا اشتغلت فيها حبتدي أدبل البصل، وحنحتاج نهرس ثوم. من فضلك اعطينا شوية ثوم. يمكن احتاج ازود شوية زيت، بنلاحظ مع بعض. زودنا شوية زيت ونهرس الثوم. مرسي. تفضل. مرسي حبيبي. يبقى البصل عندي بس هيك يدبل شوية، ما تخلوه يتغير لونه. نبتدي نضيف لو سمحتي الفلفل الاخضر، برضو يتشوح هيك شوي مع البصل. شو رأيك؟ بدأت الروائع. نضيف الطماطم، البندورة زي ما اتفقنا مقشرة ومشيول منها البذور ومفرومة بهالطريقة، عشان على طول يصير عندي سهل انه تتكون عندي صوص لطيف. معجون الطماطم من فضلك نوال، اعطيني اياه بليز. وحنحتاج
نضيف المي مرسي، وتجيبي لنا شوية ملح وفلفل. لاحظوا أنا هلأ حيتكون عندي صوص هيك غني شوي بالقوام. الصوص هذا أنا ما بدي إياه يستوي 100% أو يتكون أو يتسبك عندي 100%، أنا بدي صوص هيك مجرد ما يأخذ غلوة خلاص كفاية. ليش؟ لأني حدخلها لسه الفرن، فما بدي يبقى كتير ناشف، بكمل تسبيكه في أثناء ما البتنجان عم يستوي بالفرن. هنضيف شوية ملح، وهي قصدي لما قلت لكم ممكن تجهزوا الصوص وتخلوه على جنب، وتبقى خطواتنا مريحة جدا بالتجهيز المسبق. هنرش شوية الفلفل الأسود وبانتظار الصوص يأخذ غلوة بسيطة، ونشوف بعد هيك أعزائي المشاهدين خطوتنا التالية. الصوص عندي جاهز بس يأخذ غلوة بكفي. خلاص هلأ أنا حط في النار ونبتدي نجهز الطبق. عندنا اقتراحات كتير عديدة لتقديم طبق البتنجان. ممكن أستعمل أطباق صغيرة فردية بالطريقة هاي، بحط قطعتين من البتنجان في كل طبق، أساس كل شخص بيطلع له قطعتين من البتنجان وأصبعين كفتة، بيبقى مناسب جدا. أو إذا حبينا ما في عندي مجال أستعمل أطباق صغيرة، ممكن أستعمل طبق فرن كبير بهذا المقاس. يعني الوصفة هذه مرنة زي ما أنتوا بتحبوا تقدموها، تفننوا على حسب المتاح عندكم. أنا اللي حورجيكم إياهم هلأ اللي بالفرن برضو حطيناهم أنا ونوال، أطباق فخار كتير شكلهم لذيذ، وخصوصا البتنجان مع الكفتة بأطباق طبعا. الفخار بجنن. نبتدي أعزائي المشاهدين، أنا حستعمل هذا الطبق هلأ عأساس يكون عندنا نوعين من أسلوب التقديم. حنأخذ قليل من الصلصة اللي جهزناها وأحطها في الطبق بالطريقة هاي، يعني حوالي نص المقدار. حبتدي هلأ أخذ حبات البتنجان مع الكفتة. إذا احتجتوا سكين صغيرة أو حبيتوا تفتحوها بإيدكم بمشي الحال، بأخذ سكين بهذا الشكل وببتدي بس أعمل شق صغير في داخل حبة البتنجانة، بروح محاطة في قلبها حبة الكفتة. حلو. شو رأيك؟ فكرة حلوة، اختراع كتير حلو. بحطها بالطريقة هاي ونكمل بقية المجموعة. طبعا هلا حيدوبهم شوي لما لانه الكفته مش 100% استوت زي ما احنا ذكرنا، بنعطيها مكان سبيس. بقيت الصلصه حوزعها تاني على الكفته، هذا كله حتلاقوه اختفى بعد هيك بس تدخل الفرن. الطماطم كله حيدوب ويختلط مع البتنجان. خليني اصبهم بشم. صوص رائع جدا 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 ومسقعه على طريقه منال. أعزائي المشاهدين ما في داعي نغطيها، بدخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد لها حوالي ساعة في الفرن. ومن فضلك نوال جيبي لنا اللي بالفرن جاهزة، أنا حجهز لك المكان عشان تحطي لنا إياها. نحتاج نجهز، أنا حطاهم بصينية الفرن كبيرة شوي بس عشان أطباق صغيرة بتحتاج سبيس كبير. نوال ممكن تجيب لنا إياهم. تسلم إيدك، ما شاء الله. شفتي شو رأيك؟ كتير حلو. بحتاج بس أعطيني شوية سنوبر، أعطيني المساك اللي معاكي شوي من فضلك. بس دي حي هذا هيك عشان أسمع يقع عندي هيك شوي هيك. هنحتاج شوية سنوبر بس هيك نوزع عليهم. شو رأيكم بهالوصفة؟ إن شاء الله تكون عجبتكم أعزائي المشاهدين. المسقعة على طريقة منال، بتنجان محشي بأصابع الكفتة، من أطيب وألذ الأطباق. قشرنا البتنجان وقليناه، فرمنا اللحم، شكلنا إلى أصابع وحمرناها، جهزنا الصلصة، حطينا أصابع الكفتة في البتنجان وزعنا عليه الصلصة. على طريقة منال
10 حبة طويلة بتنجان، 250 جرام لحم هبرة، 1 حبة متوسطة بصل أربع، 2 فص ثوم، 1 قرن فلفل أخضر أنصاف، نصف كوب بقدونس أوراق، 1 ملعقة صغيرة بهار مشكل، 1 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة قرفة، و2 ملعقة كبيرة بقسماط. صلصة الطماطم، 2 ملعقة كبيرة زيت، 2 حبة كبيرة بصل مفروم، 3 فص ثوم مفروم، 2 حبة كبيرة طماطم مقشر مفروم ناعم، 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم، 2 كوب ماء، 1 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف حبة متوسطة فلفل أخضر مفروم ناعم، وللقلي زيت ذرة، وللتقديم صنوبر مقلي.